أمانات تقول لكم إن كان يحمس الليل سيدين ويكسرين إلهنا فرحونا. أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة تانية مع برنامجكم نقائح نص الليل، والمرة دي بقى هنبقى مع أسئلتكم اللي وردت للبرنامج. أنا على طول دكتور في أنا جاهز. السؤال الأول، أنا مخطوبة وكاتبة كتابي لكني غلطت معاه قبل ما نكتب وسكت على أساس إننا هنتجوز، وأنا سكت علشان المشاكل وقلت كده كده هيبقى جوزي. المشكلة إني اكتشفت بعد فترة طويلة إنه إنسان مش كويس ووحش قوي وشراني وبيحب يأذيني، فدلوقتي كل مطلب منه الطلاق يهددني بانه هيقول لاهلي انه غلطت معاه. المهم انا عايزاه يطلقني، وخايفه من حاجتين، انه يقول لاهلي وانا ساعتها هموت فيها، وعايزه اعمل العمليه عشان استر نفسي ومش عارفه اعمل ايه. تعالوا السؤال الاول اجباري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عندنا هنا بنت مكتوب كتابها وحصل بينها وبين هو زوجها، طبعا هو حصل بينها وبين زوجها دخول قبل الاعلان او قبل الاعلان عن تمام. طيب واضح ان هي بدات تكتشف العريس بعد الواقعه دي، كده عشان بس توضيح. طبعا احنا عندنا اكتر من مشكله، يعني انا شايف ان هي السؤال بتاعها ده اخر حاجه بتجاوب عليها. يعني ليه؟ اول حاجه يعني احنا بنوضح في السؤال، يعني ازاي يا جماعة في حكم ديني في الموضوع. كتب الكتاب في علماء قالوا، وطبعا انا عارف ان انا بدخل في الدين لان هي متكلمة في سمين الدين تمام. ان العلماء قالوا اذا كان الواحد بيرى بنفسه او البنت ترى من نفسها عدم القدرة على انه يمسك نفسه عن الشخص الاخر، فعلماء كتير افتوا بعدم، حتى لو مكتوب كتابهم، عدم جواز العاقد انه يقبل المعقود على انه حتى يقبلها. لا، من باب سد الذرائع قال لك، يعني من باب ان هو ما يحصلش بينهم فتنه كده كويس، وتبقى الامور داخله في اطار مش صح. ففي علماء تاني اجازوا كل شيء يجوز للعاقد، كل شيء فيما عدا الدخول بها. لكن احنا هنا وقعنا في المشكله ان هو فعلا واحد دخل بواحده، فعلا بقت مراته ودخل بيها وهم مكتوب كتابهم. بعد كده بتقول اكتشفت ان هو صفاته سيئه، صح؟ يعني هي لا، هو انا بستغرب حضرتك من اللفظ اللي هي مستخدماه. بتقول انا مخطوبه وكاتبه كتابي لكني غلطت معاه، هي واضح ان المفهوم اللي عند المفهوم اللي حضرتك اتكلمت عنه اصلا اللي هو العاقد وكاتب الكتاب مش وصل لها يعني مش وصل. غلطت دي كلمه بتتقال قبل المرحله دي كتير، يعني او حتى في العرف المجتمعي كلمه غلطت دي بتحمل معنى تاني، مش كلمه كتاب. يعني هو طبعا هنا في هي بتتكلم عن هي فاهمه ان ده غلط، يعني لان مثلا حاسس ان الكلمه يعني هي اكبر من حجمها. يعني في الحاله دي ده كانت تقول سكت على اساس ان انا هنتجوز، تمام؟ مش عارف فكره عن ايه. طب كنت يعني كان عشان احنا هنتجوز ايه؟ طب عن الفعل نفسه، هي يعني ان حصل بينا علاقه فمش هقول لاسرتي، هما الاثنين سكتوا. تمام إيه؟ علشان المشاكل وقلت كده كده هيبقى جوزي، تمام؟ فهي كده بتتكلم عن فعلها طويله انه انسان مش كويس. لا، خلي بالك فتره طويله، يعني الفعل ده حصل لما كده فتره طويله من عدم الدخول، تمام؟ عدم اتمام الدخله، تمام؟ ووحش قوي وشراني ويأذيني. طيب هرد على سؤالها بقى. لما يبقى في شخص بنقول عليه وحش قوي او شراني وحصل الامر دوت، وواضح ان هو يعني زي ما حضرتك قلت في اول سؤال، هو بيهددها ان هو بيحب يأذيني، يعني بيحب يأذيني، فكل ما اطلب الطلاق يهددني. ايوه، يعني انا هقول لاهلي. هقف بقى هنا شويه، يعني هاخد المصطلحات اللي هي قالتها، بيهددني، بيأذيني، شراني، ما عندوش تحكم في نفسه، مندفع. انت كده بتوصفي اضطراب نفسي، يعني انت بتوصفي شخص لديه اضطراب نفسي يحمل اما شخصية شبه فصامية او فصامي او واحد سيكوباتي. ما هو مين اللي هيعمل كده؟ يعني مين الشخص اللي بيرتبط ويكتب كتابه وبعد اذن يتحول فجأة التحول اللي انت بتتكلمي عنه ده، اما انه كان شخص سوي وتحول للتحول دوت، فهعتبره بالافعال ديت واخد شكل معين كده كويس. السيكوباتي يعمل كل ده برضه، سواء الشخص اللي هو عنده بيتسموه عندنا الشخصية الشريرة شوية، او الشخص اللي بيستمتع بملذاته وشهواته ورغباته دون اهتمام برغبة الاخر او مراعاة للاخر. فانت كده قدامنا نموذج سلبي ونموذج سيء،
ونموذج هو في عنده مشاكل نفسية، إما إنما أعرف أعالج الشخص أو هو قابل للعلاج، هو نفسه موافق يتعالج، وفي الحالة دي يبقى في أمر يعني يختلف بقى هنا مردود الأمر اللي هو فعلا طلب ده. أما الأمر الثاني اللي هندخل بقى فيه، هي عايزاه فكرة الطلاق، يعني هي بتفكر دلوقتي في الانفصال. طيب لازم أنظم أفكاري بقى بشكل سريع. واحد، أنا هتطلق، هاخد اللقب مطلقة. اثنين، هتعملي إيه في موضوع اللي بتقول عايزة من العملية؟ يعني عملية دي بتسمى عملية الترقيع. عملية الترقيع دي لازم تعرفي جوازها شرعا، والناس اللي أفتوا بإنها تجوز ما تاخديش بأي فترة عشان تريحك، يعني انت بتتكلمي مع ربنا، فلازم يبقى ان في شخص تاني هيجي وهتتزوجيه، فهتقولي له ايه؟ هتقولي له انا عملت ولا ما عملتش؟ هتبدأي حياتك الزوجية بخنة ولا ما خناش؟ انا مش بحط لك مشاكل فوق سؤالك، لكن انا بعمل لك توضيح لاجزاء لازم نفكر فيها. طبعا انا بنصح لو هو رفض العلاج بانها طبعا تنفصل عنه كده كويس، بنصح بالرجاع لفتوى دينية صحيحة، ولكن الازهر هو المرجعية لينا. شوف الازهر رأيه ايه في الموضوع دوت، هل يجوز عمل العملية دي ولا لا، ورأي الازهر ايضا، عشان بس دايما برجع للمرجعية صحيح، رأي الازهر في انك هتقولي بعد كده ولا لا، هل هيختار الستر من باب انه بيستر مسلما لا مسلمة. لكن هنا سؤالي هنا، طب وحكم الشخص الجديد ايه هو جاي؟ يعني انا نفسي هوجه سؤال الازهر، حكم الشخص الجديد اذا يعلم او لا يعلم ان زوجته عامل عملية زي كده، هو اصلا العملية دي من خلقة الله عز وجل ليها عشان انا ما يحصلش خداع بالنسبة لي. كده كويس. فاذا انت شايفة انها باب الستر، طب ما هو انت الحاجة الهدف الرئيسي منها عدم الخداع، طب احنا كده عملنا خداع. وان كان الاولى بالنسبة لي انا، وده رأيي شخصي عشان ما حدش عاقبني بيه، انا بتكلم عن شخصي انا، وانا ده اللي بنصح بيه في عيادتي واي حد هيجي لي، المصرخة، يعني اذا انت تنفصلي وتشوفي شخص تاني تكملي معاه، ممكن تكلمي اسرتك، انت كان مكتوب كتابك، فالامر بالنسبة لهم هيكون اخف بكتير، ده كان زوج. وفي نفس الوقت ممكن هم يتفاهموا معاه، ممكن يتم اعلان الزواج ان حصل زواج، هو كده كده مكتوب كتابكم، فالامر يتم ويتم الانفصال. انما اللي انا بقوله ما تبدايش حياة منتهية، الشخص اما فصامي او سيكوباتي، يعني شخص عنده مشاكل جامدة مش سهلة، لو ما تعالجش هتبقى مشكلة. اذا تعالج الامر كله هيختلف، كل الكلام اللي قلته لك في اجابتي هيختلف اذا هو وافق يغير من نفسه ويقبل العلاج. ده كان رد عليك. السؤال الثاني، من يومين اكتشفت ان زوجتي اني كنت اتحدث اكتشفت زوجتي اني كنت اتحدث الى احد الفتيات واللي كنت اعرفهم قبل الزواج، لما واجهتني اعترفت لها بخطئي وابديت ندمي الكامل على ما حدث. بالطبع شعرت زوجتي باني قد خنتها وخنت ثقتها، وهو ما لا انكره، واندم عليه ندما شديدا، وهي الان تطلب مني الطلاق. حاولت وما زلت احاول ان اعتذر لها ولكن بلا جدوى، لا اعرف ماذا افعل. طيب في سؤالنا هنا هنلاقي المشكله، السؤال الثاني عكس يمكن الاولاني شويه، الزوجة اكتشفت خيانة الزوج. انا اتحفظ على كلمة خيانة لان الكلام هنا ما قالش دي خيانة، هو بيقول اكتشفت زوجتي اني كنت اتحدث. يعني حتى الموضوع قد يقل على ال احنا هنحدد من احد المستويات والتي كنت اعرفهم قبل الزواج، هي دي خيانة. هي طبعا دي خيانة، هي خيانة بالمصطلح الفعلي. ما هو الكلام الحوار لما الرجل يكلم امرأة هو كان على علاقة بيها قبل الزواج ويرجع بعد كده يتكلم معها تاني بعد الزواج، طب ما انا بجد ان دي نوع من الخيانة، لان الله يقبل ابدا ان زوجته تعمل كده. تمام. واذا حصل ده هو مش هيوقع على الزوج، يعني ده مبدئيا، يعني ان الزوج لو لقى ان مراته بتكلم راجل تاني فيبقى الموضوع مختلف. لكن انا هسأل سؤال، السؤال هنا هي بتسأل اكمل ولا لا؟ هو اللي بيسأل مش لا هي طالبة طلاق وهو عايز يكمل. طيب انا شوف هنا الامر يختلف، احنا قلنا انها اكتر من مرة وحاول يفهمها اكتر من مرة انه ندم على هذا الفعل وكده، بس ما فيش فايدة. في اول الزواج قلنا، في اول سؤال الحلقة قلنا في الزواج غير الخطوبة غير لما في اولاد. هرجع تاني افكرهم، احنا قلنا في الزواج انا بحاول قدر الامكان ابقي على البيت لو في حلول. لو كان الزوج اخطأ وهو بشر وغير معصوم وله اسبابه، والزوجة اتصدمت فيه فقررت انها طالما كلمت حد تاني غيري انا خلاص مش هكمل معك، لا انا مش عايز منك كده، انا عايز منك حاجة تانية. ايه الاسباب اللي خلته يعمل كده؟ العيوب اللي في شخصيته، انا مش هلقى عليك انت، انا بقول عليه هو عنده مشاكل انه راح يتكلم فعلا. ايه الحاجة اللي خلته بعد ما اتجوز وعنده زوجة كويسة جدا زيك ومخلصة جدا زيك وفيها كل الصفات زيك، ايه اللي خلاه يسيبها
ويروح يكلم الاولانيه. تمام. المشاكل اللي عند الزوج دي احنا ممكن نغيرها. اللي خليني اقول لك ممكن نغيرها حاجه واحده، ان الزوج نفسه عنده قابليه التغيير ومازال باقي عليكي. يعني ايه باقي عليكي؟ بمنتهى البساطه الزوج اللي هو سيء، طب ما يسيبك ويروح لواحده ثانيه، ما هو عنده الاولانيه اللي بيكلمها، واسهل حاجه ان هو انفصل يروح لها. لكن هو ممكن يكون يشعر انها نزوه او يشعر انها سوء تصرف. وده واضح من كلامه ان هو اولا هو اللي بعت السؤال. هو اللي بعت السؤال مش هو اللي بعت السؤال. تمام. الحاجه الثانيه ان هو بيقول ان هو ابدى الندم الشديد واعتذر اكتر من مره وهي تطلب الطلاق، وبرده انا مش عارف ليه حضرتك حاسس ان يعني ان هي مبالغه شويه في مساله الطلاق دي. يعني هي وبعدين هو زي ما حضرتك بتقول هو قابل للتغيير. اصل احنا قابلنا في العياده زوجات كتير جدا بتكون عندها حساسيه، الزوجه حساسه جدا، فاي رد فعل او اي سلوك من الزوج غير مساوي لسلوكها، يعني هي بتقول لك مثلا انا محافظه جدا عليك، محافظه جدا على اسمك، محافظه جدا على تعاملاتي، انا لا اقبل الهزار من الرجاله، انا لا اقبل الرجل اللي يصادقني، ولا اقبل ارقام تليفونات، ولا اقبل المعاكسات التليفونيه، ولا اقبل، فبتبقى حاطه رولز قويه قوي وقواعد قويه قوي هيبقى زيها، فبتطالبه يكون نفس الطريقه. وهو مش غلط انه يكون كده، والدليل ايه؟ ان هو فعلا بمجرد ما اخطا قال لك ابديت الندم كثيرا وبحاول ارجع له. ولا اعتذرت. انا نصيحه طبعا، الزوجه بتحاول معاها اكتر من مره ولا تيأس، ولازم تحاول مع اسرتها تختار احد المقربين اليها وعلى صله بيها وهي تسمع ليه. حاول دايما وحكما من اهلك وحكما من اهلها انه يبدا يصلح. يعني انا هنا بدور على حد عايز يصلح واروح له. تمام. وحاول اخليه يبدا يسمع، يعني خليه تسمع منه الاول، وبعدين تحاول تخش لها بان تعالي مع بعض بشكل علمي بسيط، انا عرفت اخطائي وانا قبل ما اكلمك على ان احنا نرجع نكمل تاني بتفق معاكي انا هغير ايه فيا، ويكون الفعل هو الدليل مش الكلام، وتبدا تتغير وان شاء الله باذن الله هتوافق ان شاء الله. السؤال الثالث، انا 31 سنه متزوجه من 8 سنوات، المشكله بعد 8 سنوات. ومن يوم ما تزوجت وعرفت ان زوجي عنده مشاكل في الانجاب وكنت راضي وبقول الحمد لله، مع العلم اني تزوجت من غير موافقتي عشان ارضي اهلي بس. تمام. وانا دلوقتي تعرفت على شاب اصغر مني ب10 سنين وبحبه جدا، وهو كمان بيحبني جدا، وجوزي هو السبب لانه سايبني قاعده لوحدي ليل ونهار، ولا حتى كلمه حلوه، ولا بقى في اهتمام اننا نسعى للانجاب، كل اللي يهمه ان يديني فلوس. الله. ده كده سؤال مركب. سؤال مركب، بس ميزه السؤال انه موجود كتير قوي في مجتمعنا. يا جماعه فكره الزوجه اللي الزوج بيقعد يشتغل طول الوقت، فالزوجه بتبقى قاعده فاضيه طول الوقت، فباي وسيله من الوسائل في البيت، على الفيسبوك، في الشغل، في اي مكان، في جارها، يطلع لها بني ادم، بعيدا عن انه صغير في السن وانا هرد على سؤالها، لكن انا بتكلم عن البني ادم اللي بيطلع يشغل الزوجه، وهو طبعا فاضي فعايز يديها بقى الوقت والاهتمام بدل الزوج. هي مش مدركه هنا ان كان في حياه مشتركه وكان في مركب انتوا الاثنين موجودين فيها، احدهما بيقدف عشان المركب تمشي والاخر له دور. فما ينفعش واحد يروح يشتغل عشان البيت ده مستواه الاجتماعي يعلى ومستواه الاقتصادي يعلى والجزء بتاع البيت يتنقل من اعلى لاعلى. هو اهمل الزوجه في الاهتمام ماشي، لكن ما ينفعش يبقى الرد الفعل بتاعه ان حضرتك تفتحي الباب لواحد تاني يبدا يديلك كلمات اهتمام وحب، فجايه بعد كده تسالي وتقولي بحبه. طيب تعالي نمسك سؤال الاستاذ اللي بعته. انت قلت لي هي 31 سنه متجوزه من 8 سنين. لا انا همسك بقى سنها، 31 سنه وحبت واحد اصغر منها ب 10 سنين، يعني كلمني في واحد عنده 21 سنه، هي تطالب لسه سن الرشد، يعني لسه عايز اقول لك البطاقه لسه جديده ما فانت بتكلميني في واحد لم يتحمل مسؤوليه ولكن كل ما يملكه هو لسانه وكلام بيه كلام، ده الحاجه، ده الحاجه الوحيده اللي يملكها. رقم اثنين بتقول حبيته بشده، ارتبطت بيه، يعني في حب بينهم دلوقتي، بحبه جدا او بحبه هو كمان بيحبني جدا. طب انا شايف الحب المتبادل ده وصفه ايه في العلاقه الزوجيه؟ يعني انت زوجه دلوقتي وصفه ايه بالنسبه لك؟ يعني انت شايفه ان ده صح ولا غلط؟ حته المقدمه اللي انت عاملاها كنوع من التبرير ان انا زوجي ما بينجبش، انت قابلتي دوت، انت جايه بعد 8 سنين، يعني انت قابلتي 8 سنين دوت، كونك انت حاطه ضريبه ان لازم الزوج يفضل مديني اهتمام مدى الحياه، احنا معاك ان يديك اهتمام طبعا كده كويس، لكن مش معاك في ان يكون المبرر لعدم الاهتمام الخيانه الزوجيه.
يعني هي بتقول حضرتك صراحه ان هي بتقول وجوزي هو السبب. يعني خلاص حكمت بان هي ما لهاش يد في الموضوع. هي عندنا بعض الاحيان وجوزها هو السبب. يستخدم حاجه اسمها الحيله الدفاعيه، التبرير والانكار والاسقاط. تمام، هي دايما الحيل اللي بيستخدمها عشان يطلع من المشكله بشكل كويس. هو الحيل دي بيستعملها مع نفسه قبل ما يستعملها مع الناس. يعني انا قبل ما استخدم حاجه اقولها للناس انا برضي بيها نفسي. زي ما تيجي تقول لي انا عملت كده عشان زوجي اهملني، هي كده بتسقط العيب اللي فيها على مين؟ على الزوج، وبتنكر المشكله من عندها هي. تمام، يعني انا تحملت زوجي فترات كتيره جدا. حاولي تكوني صريحه مع نفسك اكتر من كده. انت داخله على مشكله اكبر انت مش حاساها. انا اللي جالي ناس كتير ونساء كتير وسيدات كتير والله يبكوا بكاء شديد لما وصلوا لمرحله ان حياتهم تعيسه نتيجه الخداع. يعني ايه الخداع؟ الاوهام اللي بتاخديها او الحب. المتزوجه تحب زوجها، فان كان زوجك فيه مشكله هاتيه وقفي معاه وقفه وتكلمي معاه كده كويس. طلاقك هيخرب عليك البيت، مش هو الحل. الجزء الثاني، الشخص اللي انت بتكلميه مين عمره في حياته ما هتتزوجي طالما انت سبتي زوجك وقررتي ان انت تخوني زوجك وتقبلي الكلام معاه. ما تقوليش ان كان في بينا حب. المتزوجه ما ينفعش تحب راجل غير جوزها. فرجاء شخصي بعد اذنك راجعي نفسك تاني، لانك داخل على طريق باين من اوله ان هو طريق ندم. ده كان جوابي عليه. اتفضل. ندخل في السؤال اللي بعد كده. تمام. انا 36 سنه متزوج من 6 سنين. اهملتني زوجتي لانها دايما مشغوله ودايما متضايقه ومتعصبه، بس ليها اخت 35 سنه متزوجه من 15 سنه بس ربنا ما رزقهاش في اولاد. كان الموضوع بينا احترام في الاول، بعد كده حبيتها وحبتني. انا دلوقتي بكره مراتي قوي وبحب اخت مراتي. بالعكس ده احنا كل شويه ماشي الاسئله بيتلعبك اكتر من كل شيء حاجات. طيب هنا بص حضرتك الاعمار، حتى 36 سنه متجوز من 6 سنين، يعني اتجوز عنده مثلا 30 سنه، واخت مراته عندها 35 سنه ومتجوزه من 15 سنه، يعني متجوزه عندها الامر الامر مختلف تماما. اولا هنا احنا بنتكلم في امر غياب الوازع الديني طبعا وغياب الاحكام الشرعيه وغياب حاجات كتير قوي. ليه؟ ده المحارم، ده احنا داخلين في حب محارم. القصه دي انا في معلش انا في جمله هنا مش عارف هي زي ما هي حيله دفاعيه، واضح انها حيله دفاعيه، بس ربنا ما رزقهاش بالاولاد. ايه علاقه ده بالنمر؟ ان الشخصيه اخت ربنا ما رزقهاش بالاولاد. انا بس هو في السؤال قال حاجه تانية عنها، يعني قال ان هي بتبادله ولا ما بتبادلش؟ هي بتبادله. كان احترام في الاول، بعد كده حبيتها وحبتني. طيب تمام، انا كنت اسال على دي. انا قلت لك احنا عندنا العياده النفسيه بيجي فيها مشاكل كتير، فمن ضمن الحاجات اللي بقت مش عايز اقول بقت ظاهره، مش هنسميها ظاهره لكن هي موجوده كتير، ان الاقي حد واحد او واحده تجي له عاطفه اتجاه حد من محارمه، المحارم المؤقته. يعني يعني النهارده انا بلاقي واحده بتحب جوز عمتها، واحد بيحب اخت مراته. يا جماعه دي محارم، يعني 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 ما ينفعش اصلا يبقى في علاقه ولا حب بينهم. بس برضو برجع اقول الاختلاط الزائد، او مثلا واحده بتحب اخو زوجها، تمام، شايفاه هو راجل عنه، شايفاه شخصيه اقوى شويه، واحده بتحب قريب، قصص كده بتحس انها يعني يعني تدخلات زياده. هنا المشكله الرئيسيه قبل يعني قبل اجابه السؤال، المشكله الرئيسيه الاختلاط. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحم والموت، هنا كان هدفه ان اخو الزوج ما يخشش عند بيت اخوه في غيابه، مش من باب قطع الرحم، ده عمره ما يكون الدين كده. انما الفكره ايه؟ كان بينظم الحته دي، ان المحارم ليها اوقات وليها دخول وليها خروج عشان ما يحصلش انجراف وحب كده. هو النهارده عنده مشكله، انت بتقول انا بحب اخت مراتي واخت مراتك بتحبك وهي متزوجه، طب انتوا مستنيين ايه نتاج الحب؟ يعني المفروض الطبيعي دلوقتي انت تقول لي انا ازاي اوقف نفسي. السؤال يبقى المفروض كده، مش ازاي احل المشكله. المشكله ان انت عندك انك ما فكرتش ازاي هتفرمل نفسك. انت فكرت ان المشكلة موجودة ومستمرة وعايزين نتصرف بقى. طبعا ده ازمة كبيرة في الشخصية. اخت مراتك هي انسانة متزوجة، وان كان ربنا سبحانه وتعالى ما رزقهاش بالاطفال، فهي عندها مشكلة اكبر مع زوجها، فسيبهم يحلوا مشكلتهم. انت ظلمت زوجتك، ظلمت زوجتك لانك انت حاططها في مقارنة. فلما قلنا يا جماعة احنا مش عايزين الراجل يبص بره، ما كناش بنضيق على الراجل، بالعكس بقى احنا كنا بنعلمه ان كل ما هتبص بره كل ما حياتك الداخليه بتبوظ اكتر. ليه؟ هو انت النهارده لما تخرج تقول لي انا بتفرج على شعرها اصفر وعلى شعرها بني وعلى شعرها
وبرجع البيت الاقي زوجتي مش زيهم. طب هو من المشكله بتاعتها هي يعني؟ هي المفروض ان كل يوم تغير قصه شعرها عشان تعجبك والنهارده قصير بكره طويل يعني؟ ما هو برضه انت تكون منطقي في طلباتك يعني. في اشياء ممكن تتعمل، بنطلب من الزوجه دايما تكون متجدده، لكن ما تطلبش مني انك كل ما تشوف واحده بره ترجع تقارن الزوجه بيها. تمام. في نقطه ثانيه، انا لما بقول غض البصر ما هو كده فايدته يعني، انت ما تبصش بره كده كويس. حاول تبقى دايما انت الشخص اللي بيحافظ على زوجته. ليه؟ هو النهارده ما قالناش ولا صفه لزوجته كويس. مش شايف زوجته اصلا مهمله، مشغوله، اداني السلبيات، متضايقه، متعصبه. يعني اذا هو شايف كل السلبيات، خلي بالها معلش، الايجابيه ان ليها اخت، دي الحاجه الحلوه. على ما حد مشغوله ومتضايقه، مهمله ومشغوله ومتضايقه، بس ليها اخت 35 بس يعني. خلي بالك هو السؤال دي الايجابيه اللي عندها ان هي ليها اخت هو بيحبها. روان هي احيانا بتبقى حاله مرضيه يعني. ذكرني بحاله كانت جت العياده واحنا قاعدين، والراجل بيقول انا متزوج ومتزوج من زوجتين، فساب الزوجتين وبيحب اخت واحده منهم الثالثه. طب يعني هو طبعا احنا ما اخذنا التاريخ بتاعه عرفنا ان الراجل متزوج اصلا يعني، هو كان عنده اكتر من زوجه منفصله وحاليا فاضل معاه اثنين. وبعدين بص بقى، من كتر ما هو هنا ده اسمه ادمان، بس مش ادمان مخدرات. عايزين نعرف الناس في حاجه اسمها ادمان الشهوه. ادمان الشهوه يعني رجل فيه ادمان عاده سريه، او رجل متزوج بيتفرج على افلام اباحيه، او الرجل اللي بتلاقيه عمال عنده ندوات نسائيه كتيره جدا. الشخصيه دي يا جماعه شخصيه اسمها شخصيه ادمانيه. هو مش مدمن حاجه مخدرات، لكنه مدمن بشخصيته بطبعه. فمدمن النساء، مدمن الفلوس، مدمن العمل. الرجل اللي تلاقيه على طول بيشتغل في حياته ما فيهاش حاجه غير العمل، او مدمن الفلوس اللي عنده مليون واتنين وبيدورش غير انه ازاي يكون ثروات. طب ما هو ده مرض. مرض الادمان ده احنا عايزين نعالجه. الشخصيه الادمانيه اللي عندنا هنا مدمن نساء. بس داخل معايا بقى في الامر اكتر من كده ايه؟ ان هو اختلاط اكتر منه. زائد نصيحتي ليه طبعا عشان يبقى انا جاوبت على سؤالك، من فضلك راجع نفسك، عيد حساباتك مره ثانيه، حاول ترجع بمنتهى البساطه وبهدوء الى دين الله عز وجل. ثم ان زوجتك فيها مميزات انت ما ذكرتهاش، فانت كده ظلمتها، وكده كده اللي انت داخل عليه مش هو الحل. قبل ما اروح للسؤال اللي بعده، هل ممكن نلاقي السؤال ده مسؤول يعني بيتسال بطريقه ثانيه؟ يعني بدل ما انا متزوج تبقى انا متزوجه، بمعنى ان الصفات اللي حضرتك اتكلمت عليها على ادمان الشهوه بدل ما تبقى في الرجل تبقى في المراه؟ هل ده ممكن؟ هي ممكن الرجل او المراه. طب ما انا عندي المراه اللي عندها ادمان علاقات مع الرجاله كتيره جدا، ده اسمه اضطراب الشخصيه الوجدانيه او اضطراب الشخصيه الحديه. يعني النموذج الثاني ده موجود؟ موجود. واحده بتبقى تعرف شخص او اثنين، تبقى متزوجه وتعرف على زوجها اكتر من شخص، وتبقى دي مشكله اكبر. ليه؟ هنا بتبقى الخيانه الزوجيه بقى. احنا بنتكلم الخيانه الزوجيه هنا ان هي بدات تخرج، بدات تعمل علاقات، بدات تكلم حد تاني. وانا لسه كنت قلتها في جواب سؤالي لما قلت ان ممكن واحده تعجب باخو زوجها، او البنت تعجب بزوج خالتها، بزوج عمتها، باحد المقربين اليها، وهو شخص ما ينفعش ده يبقى موجود. او يعني عندنا نماذج كتيره جدا. تمام. فهنا الرجل والمراه كلاهما سواء في الامراض او في الاضطرابات، كلاهما سواء، ما عنديش مشكله، وكلاهما يشفى. عشان بس برضه ابقى وضحت للناس، هل الاضطرابات دي تخف ولا الاول ان انا لما الاقي الاضطراب ده موجود في بيتي او عند كده ملوش علاج؟ لا، هو له علاج. الشخصيه، اي شخصيه في الدنيا قابله للتعديل والتغيير، بس بشرط انك تجيلي بشخص قابل ان هو موافق بس انه يتعالج، وسيب الباقي عليا. هو قبل ما يوافق يعترف انه عنده مشكله. ده لازم اعترف بالمشكله وطلب العلاج. هم طالبين انا هطلبهم منه في الحاله دي، انا ابدا معاه وهيتغير تماما. او طبعا اي متخصص، مش شرط انا، لكن بتكلم في العموم يعني. تمام. قابل للعلاج والتعديل. اتفضل. قبل ما ندخل في السؤال اللي بعد كده، هناخد فاصل قصير ونرجع لكم تاني ان شاء الله. تمام. أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة تانية في الفقرة الأخيرة من برنامجكم نصايح نصف الليل مع ضيفنا الدكتور أحمد فوزي. احنا دكتور دخلنا في الأسئلة، وعندنا سؤال من شاب عنده 27 سنة، خطب بنت عندها 16 سنة. تمام. هي على قدر من الجمال، بس المشكلة إنها عاوزة تكلمني بالساعات
الحيطان والشبابيك والاكل والطبيخ والمراوح، ومش بنتكلم عن نفسنا خالص. الكلام كله رسمي جدا. امراه ما قالت لي وحشتني، ولما سالتها ليه مش بتقولي لي وحشتني، قالت لي بالنص انا ما بقولش الكلام ده، وفي كلمه ثانيه ما ينفعش نقولها يعني الكلام اللي. وقالت لي انا طبعا الكلام الاول، وقالت لي انا طبعا كده ومش هغيره مهما حصل. حاليا بقالي يومين مش بكلمها لاني زهقت من الكلام الممل، وانا نفسي اعيش فتره الخطوبه زي باقي الناس، ايه العمل؟ طيب هو سؤال غريب، لانه الاكبر هو اللي يعني اللي عايز ده يحصل، والصغيره اللي عندها 16 سنه ما بتعملش ده. يعني اتوقع ان الحاجه دي قدر واضح. هي البنت هنا واضح ان هو مش مركز قوي في سنها، ومش مركز قوي ان سن 16 سنه ده يعني لسه برضو البنت صغيره، ده هي في مرحله مراهقه، وممكن جدا تكون الاسره اسره محافظه ومعلمينها ان بلاش نتكلم في الكلام ده قبل اوان. انا طبعا مستغرب الخطوبه السريعه، لان احنا عندنا الزواج دلوقتي 18 سنه، فواضح ان هم هيعيشوا مرحله خطوبه ما تقلش عن سنتين يعني. طبعا وهو مستعجل قوي في بدايه الكلام، وحشتيني وكلام الحب كده كويس. طب انت هتبدا النهارده كلام الحب، ناوي تكمل لحد امتى؟ انت معاك سنتين، هتفضل سنتين تتكلم في حب بس؟ وبعدين هي هنا بيقول لك بتكلمني عن الحيطان والشبابيك، يعني يا اخي بتكلمك على تكوين البيت عمليه، او عن الصوره الذهنيه اللي في دماغ واحده عندها 16 سنه بتتمنى تعيش في بيت شكله ايه. فالفكره بتاعت السؤال هنا هو عايز يسمع كلام حب، وكمان رد فعله اندفاعي، يعني هي بتقول انا ما بحبش اتكلم في الكلام الوحش ده، فهي شايفه ان الكلام ده وحش. هي لسه بتتفتح معاك يعني، دايما يقول لك ايه طبعا مع فارق الزمن، لان انا ليا تحفظ طبعا على السن، العمر المناسب للزواج فارق 5 سنوات، يعني ده المثالي. اذا اختلفنا مفيش مشكله، لكن احنا عارفين ان المثالي فارق 5 سنوات بين الشاب والفتاه، هيكون اكبر منها، على اساس يكون متوافقين في التفكير، ما يبقاش التفكير بتاع الشاب سابقها جدا، ولا تبقى البنت عندها مشكله معايا. وغالبا بتبقى البنت سابقه الولد لحد سن الثلاثينات، بيحصل نضوج عند الرجل، مع النضوج الفكري بتاعه بيبدا هو يحتويها احتواء كامل. فهنا طبعا انا شايف ان هو لا، المفروض يعرف ان البنت مش غلط، انما وسيلته هو وتصرفه هو المشكله الاكبر. يفهم ان الحياه في الخطوبه محتاجه تعارف اكتر من كده، هي ما تقدرش تقول لك كلام من باب انها بتجاملك، يمكن لما تحس حاجه هتقولها، ما تستعجلش، اتبسط جدا منها، لانها يوم ما هتيجي تقول لك كلمه، ولو حتى بعد شهور هتقول لك كلمه هي حاساها وحابه تقولها. مفيش بنت في الدنيا ما عندهاش رغبه في انها تحب، مفيش بنت في الدنيا ما عندهاش رغبه انها تسمع كلام حلو وتقول كلام حلو، انما في بنت عندها كنترول. اقول امتى؟ المراه اللي عندها كنترول وتحكم عالي هي دي اللي انت تحافظ عليها زي عينيك. فيا اخي انا بديك نصيحه، حافظ على خطيبتك دي ذهب، وفي نفس الوقت حاول تقرب منها وتفهمها اكتر. احنا اتفقنا ان مرحله الخطوبه مرحله تعارف، بنفهم بعض، فما ينفعش انا بطلب منك انك تفهم خطيبتك وان خطيبتك تفهمك، فيكون رد فعلك ان مجرد ما قالتش كلام حب انت زعلت. انت راجل هتشيل بيت المسؤوليه، وفي نفس الوقت هتحب كتير وتتحب كتير، طول ما بتديها حاجات ايجابيه صدقني هتحبك. كمل معاها دي انسانه كويسه. معانا اتصال من الاستاذ جابر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا جابر. والله انا عاوز نسال الدكتور بس في عندي 36 سنه. 36 وراس كده واحده. معلش حضرتك 36 ساعات مني ومنها، وبعد كده الجواز اتوقف يعني. الجواز ايه؟ الجواز ايه يا فندم؟ وبعدين يعني توقف بتفشل يعني. مش عارف تفشل ليه؟ طيب في اسباب او حاجه يعني انت ليه بتروح الجواز؟ والله انا فعلا ووالدتي كمان ليه بيرفضوا؟ ويعني بنخدم والدتي ايه؟ ليه حضرتك بيرفضوك؟ يعني ايه اللي بيحصل عشان الجهاز يفشل؟ ايه السبب؟ والله انا عندي زي ما بقول المنطقه اللي انا فيها ساعات بتبقى شويه بصراحه المنطقه مش حلوه. البيت برضو عندي اللي شاقه عاوز تقعد شويه. ساعات برضو في البلد ليا طلبات، وساعات ليا في البنون طلبات وكده يعني. تمام. مش عارف انا عندي وسوسه كده برضو، مش عارف دي مش شيطان ولا يعني حصل منك وساوس عشان كده هي ما رضتش تكمل معاك؟
لا بنبقى رايح نخطب ما بنكملش اصلا ما خطبتش قبل كده خالص. اه فهمتك انت ما حصلش استكمال للزواج نفسه خطوبه بس وبعدين اه تمام. طب انت الوسائل اللي بتحس بيها اخبارها ايه يعني ايه اللي بيجي لك شكوك ولا ايه؟ طيب هو آه هو بس قال هو قال كويس ان موضوع الوسواس ده كان واضح من ال هو شخص بيروح كتير يعمل علاقات يخطب او كده عنده وساوس بعد فتره بتبوظ الزواج بيبوظ طبعا مرض الوسواس القهري الشديد يعني خلي بالك الوساوس هي افكار وساوس قهريه يعني افكار مسيطره ده مرض عندنا مسمى الوسواس القهري فكرة بتيجي في دماغك غضب عنك مش بمزاجك بتفكر فيها كتير جدا بتلح عليك كتير جدا بتخليك وانت موجود غالبا بيبقى فيها شك ممكن تشك في حاجات كتير في التصرفات فتخليك غضب عنك تقول كلام انت مش عايز تقوله عشان تطمن تدي نفسك مطمئنات اللي حواليك ما بيستحملوش ده احيانا كتير الشخص المؤسس بيطلب انه من اللي قدامه يطمنه او انه يناقشه في افكار كتير بتدور في ذهنه ساعات كتير بيتكلم ما يديش مساحة اللي قدامه يسمعه نتيجة انه عايز يعبر عن افكاره احيانا كتير بيصاب بمشكلات في العلاقات الاجتماعية اذا ظهر ده عليك في اكتر من خطوبة فانت عندك مشكلة لابد من علاجها توجه فورا لاقرب طبيب نفسي او معالج نفسي يبدأ معاك حاجة اسمها علاج نفسي سلوكي وعلاج نفسي معرفي ازاي تفهم افكارك ازاي نعرف نفرمل الافكار ديت ازاي لما اكون قاعد بخطب اركز في حاجات معينة واهداف معينة مش كل ما اروح خطوبة الدنيا تبوظ نتيجة طبعا الافكار اللي موجودة والمرض ده مرض نفسي لابد من علاجه فنصيحتي ليك العلاج. يعني نرجع حضرتك للاسئلة وهي يبدو ان السؤال جاي نوع حاجة تشبه كده اللي بيسأل بيقول الموضوع باختصار اني خطبت واحدة فيها مواصفات حلوة كتير بس للأسف انا ما بحبهاش وخايف اظنها معايا بعد الجواز ما تكونش مبسوطة ليه اهل الخبرة يدلوني على حل هذا الموضوع. طيب هو هل اتركها عشان ما بحبهاش؟ هو هنا عشان خايف يعني برضه هو فكره الوسواس وفكره الخوف والقلق الخوف القلق الوسواس القهري سلسله من الامراض النفسيه موجوده في كتير جدا من مجتمعنا لما اقول للناس انتوا بتفكروا عايز تعرف ببساطه انت عندك مشكله القلق ولا لا اسال نفسك سؤال هل بتفكر في المستقبل ومع المستقبل ده بامن تشاؤم هي دي فكره القلق ان القلق يفكر دايما في حاجه مش بتحصل دلوقتي بتحصل في المستقبل او بتحصل في عالم غيبي مش حواليه بس كل دائما افكاره تشاؤميه تخيفه البنت نزلت خرجت مشوار دايما الافكار اللي تجيله ان حصل كارثه حصل مصيبه ربنا يستر عبال ما ترجع كل الافكار سلبيه فتلاقيه دايما الشخص اللي قالوه ده لو ام او اب على طول ماسك التليفون بيطمن انت فين انت فين انت بخير طب هتيجي امتى كتير كتير ليه لان الافكار في ذهنه ما بتقفش الشخص اللي بيروح ده عندنا طبعا الوسواس المعروف اللي انتوا عارفينه ان واحد بيغسل ايده كتير ويتوضى كتير وفي الصلاه بيعيد الصلاه كتير عشان بيتلخبط الكلام ده نوع معروف في وسواس الافكار اللي هو دايما ابدا افكار كتير بتدور في ذهني ان انا اروح اعيد الاشياء اكتر من مره مثال بسيط اني اقفل باب العربيه واطلع بعد شويه لا باب العربيه ممكن يكون مفتوح فاقوم راجع اتاكد ان الباب مقفول تمام واطلع باب الشقه الناس اللي بتقعد تراجع على الغاز والباب اكتر من مره كل يوم بيقول لك انا بس بحب اطمن طب ما هو ده مرض مشكله كمان عندنا ان الامراض النفسيه احنا كمجتمع مصري ما بنسميهاش مرض نفسي دايما كل حاجه له مسمى تاني الموسوس نقول عليه نزيف بزياده الشخص اللي عنده وسوس قهريه في البيت مثلا تنظيفه بتاع ده منظم ده منظم دقيق جدا ما شاء الله عليه ونحب احنا تمام الشخص الخواف نرجع ما بيحبش المشاكل مش مسمينها خوف ومواجه الخوف بتاعه لا هو ما بيحبش يعمل مشاكل كتير على طول سلبي متجنب الايه الاحداث تمام ناخد اتصال معلش معانا استاذه نوره بقى لها فتره على التليفون اتفضلي يا استاذه نوره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت بس عايزه احكي للدكتور على حاجه تعبانه جدا يعني وما بعرفش ليه بقى لنا سامعين بص يا دكتور انا اتجوزت يعني من انا دلوقتي عمري 38 سنه كنت متجوزه قبل كده واتطلقت معايا اولاد يعني بس انا وجوزي يعني ما كناش موفقين خالص يعني المهم يعني كنت متجوزه في الارياف المهم ان انا بعد ما اتطلقت بقينا انا واولادي كويسين وعلاقتنا كويسه احسن ما كنت مع باباهم يعني تمام المهم ان من 8 سنين كده اتجوزت راجل محترم جدا جدا وزي ما تقول حضرتك ان انا يعني حطيت كل حب الدنيا فيه علشان الزوج الاولاني كان من صغري يعني كان معذبني قوي تمام ف
فمن سنه فوجئت، هو راجل اكبر مني برضه في السن بس راجل محترم ومتدين قوي يعني. فمن سنه فوجئت بان هو بيكلم واحده في التليفون واعترف لي وقال لي ده غلط، ويعني اختصارا للكلام يا دكتور عمل اللي ما حدش عمله علشان يرضيني، وانها حاجه والله كانت عابره وسامحيني، وهو مش بتاع الكلام ده اساسا. بس الموضوع ده مش جاي بطريقته وسطه يعني، كنا معرض لوحده مش راضي يطلع منعرض علينا حياتنا، بتلكك له على اي حاجه حتى لو اتاخر على الغدا على اي حاجه، وبعلم حضرتك ان زوجه ثانيه بالنسبه له برضه يعني، لانه كان عنده واحده ست وتعبانه وكده يعني. المهم يعني مش ده الموضوع. طب انت بطبعك قلقة معلش؟ انا ايه؟ انا بطبعي ان انا بدي لكل الامور تفكيرها، وانا اصلا عندي مشاكل ثانيه برضه عشان خاطر يعني ساعات عيلتي بتبقى بعيده عني. لا يعني انت من النوع اللي دايما يحب يسعى للكمال، يعمل كل حاجه على اكمل وجه. انا كنت بس انا بحكم هو وبحكم جوزي ان انا بيقول لي انا ما شفتش ست كده يعني، يعني هو اللي بيقول يعني، انا كنت معامله معامله لا ما حدش يعني فوق الخيال. تمام. ومتوقع منه ولا طلبات ولا يعني اللي يجيبه، وهو نفسه لما قعد مع انا ابني الكبير كان قاعد معاه وقال له يا اصابك عبد بسبب الموضوع ده، لاني كنت رحت للدكاتره بسبب يعني جاتني صدمه. تمام. طب انا لان انا نفسي يا دكتور استحمل الموضوع ده كل ما اقعد لوحدي. الموضوع ده مسيطر على حياتي ترى بقى لي سنه مش قادره اخسر الموضوع ده، وهو يعني ما تتخيلش عمل ايه علشان يعني عمل عمايل ما فيش بعد كده. طيب انا سؤالي مع حضرتك، انت بتقولي رحت الدكاتره، هل الدكاتره قال ما عملوش تشخيص يعني، ما قالش شخصيه حضرتك دي اخبارها ايه مسماها ايه؟ هم قالوا ان هي صدمه، جالها صدمه جامده، لكن هو انا اتكلمت مع الدكتور زي ما بتكلم مع حضرتك كده وحكيت له على حاجات كتيره جدا. تمام. وهم قالوا ان هي بس صدمه الصدمه ده، وفي دكتوره قالت هي زي اللي خدت شلوط كده. لا ما ده مش تشخيص حتى. لكن ده الدكتور اللي قال انا عايز اعرف حاجه يعني، احنا دايما بنقول حضرتك في حاجه اسمها انا شخصيتي ايه؟ قلقه بزياده يعني، انا كنت كويسه بس طيب. بعد الموضوع ده كده حتى لو ببقى واقف يعني، انا واقف ما مش على علاقه بحد دلوقتي، عارف لو لقيت تليفون انتظار تمام اقعد بقى يعني، لو لقيته يعني وشويه بيمسكني لان انا بحبه قوي. ماشي يا شيخ، انت مسهله الموضوع بس مش عارف الدكاتره ما قالولكيش ليه. طيب هل بيجي عندك اي نوع من الوساوس في النظافه بزياده او لا؟ لا ما فيش اي حاجه، انا طبيعيه جدا، ما فيش هو غير الموضوع ده. تمام. هو الموضوع ده بس. تمام. بس عايزه اخلص منه يعني، يعني ثلاث اربع ايام ابقى كويسه ما فيش اي حاجه، وتبص تلاقيه بقى مسيطر عليا ومطير النوم من عيني متخيلاه، لو ركبته جنبه في العربيه كان هي اللي راكبه. طيب هل انت من النوع اللي معلش بتنسي الاحداث شويه يعني، عندك نسيان شويه مؤقت؟ من بعد الموضوع ده والله برضه بقيت انسى، حاطه البوك فين، حاطه الحاجات. ايوه تمام. لكن طب الاحداث البعيده فاكراها ولا نسيها؟ فاكره كل الاحداث البعيده بقى، الحاجات الثانيه دي فاكراها بالتفصيل وبالصوره. تمام. طب انا هجاوبك حالا، انا الاثنين ترى عمري نوره كتير جدا. طيب هي طبعا هي تشخيص سهل جدا، بس هي انا ما اعرفش واحد الدكاتره النفسيين فما رضوش يقول لها، واحد يقول لها صدمه نفسيه ودكتور شلوت ده قصه لوحده يعني. التشخيص بتاعها هي شخصيه قلقه، بس قلقها كان قلق ايجابي فقلق ناجح. طبعا اتصدمت في الاول صدمه جامده جدا، نتيجه طبعا ان الشخص القلق ده حاسس قوي في اي حدث بيأثر فيه بشكل واضح. لما اتأثرت من الشخص الاولاني وجه الشخص الثاني بسبب الحساسيه الزياده كان عندها تقدير عالي جدا 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 ليه. وده شيء ايجابي من السلبي، انا عشان كده قلت لها قلقك قلق ايجابي ما فيش منه مشكله. ليه انا قلت ان القلق بتاعها تحول الى قلق سلبي بعد موضوع العلاقه العاطفيه؟ هي مركزه قوي ان الزوج لابد ان يكون على نفس المستوى من الارضاء ليها، هي اديته كل شيء على اكمل وجه فكانت مستنيه منه كل شيء على اكمل وجه. دي الشخصيه اللي بنسميها الكماليه اللي بتسعى الى الكمال اللي هي القلوقه. شخصيه حضرتك ما تقلقيش، ما بقولش عليها مرضيه ولا حاجه، بالعكس زي انت ما قلتي ان شاء الله باذن الله بتخف، بس انا هستاذنك هي مش هتخف في 3 4 ايام. ليه؟ انت ما قدرتيش في 3 4 ايام تنسي اللي عمل الزوج، برغم ان انت قلتي فعليا ان هو بعد الحدث ده استقر معاكي تماما وانسان فاضل وقعدت تشكري فيه وربنا يبارك لك فيه طبعا. اللي انا بتكلم عنه بقى ان الامر دوت القلق السلبي، انت قلتي مواصفاته التشخيصيه كامله ان هو الشخص اللي بينسى، وانا دي عايز اوضحها للناس قوي يا جماعه، عايز تعرف الفرق بين نسيان القلق ونسيان الزهايمر. الناس دايما لما واحد بينسى يقول انت عندك زهايمر،
الزهايمر بينسى الاحداث القريبه والبعيده، اما القلق فشخص بينسى الاحداث القريبه، انسى الحاجه بتاعتي انتهى فين، انسى امبارح انا كان ايه اللي المفروض اعمله، رايح اعمل حدث مباشره فنسيت. بس لو انا سالتك على احداث الطفوله بتاعتك انت فاكرها كويس جدا، لو سالتك على مراحل التعليميه وانت صغير اشخاص انت فاكر كويس جدا كده، انت لا تعاني من الزهايمر، انت عندك القلق. القلق لما بيجي البني ادم بيسبب له النسيان، القلق بتاعها هو اللي خلاها حساسه جدا، عندها تانيب ضمير وجلد للذات عالي، بتحاسب نفسها، بس مشكلتها انها بدات تحاسب الذوق بنفس الطريقه. النقطه الثانيه، حضرتك عندك مشكله الخيال، انت بدات تخلي قلقك يخليكي متخيله ان البني ادم اللي هو كان بيكلمها موجوده معاكي في كل مكان، وده بيفسد عليكي لحظات السعاده. انا كنت لسه بتكلم بقول ايه، الشخص القلق دايما تشاؤمي، فيحصل له ان هو دايما بيحصل ايه اللحظات السعيده في حياته تتقلب الى لحظات سوداويه او ايه اعراض اكتئابيه، يعني يبقى مش سعيد ومش مبسوط نتيجه الحدث القديم. الامر لازم ليه علاج، علاجه تدريبات بسيطه مفيش اي مشكله فيها، بنعلمك ازاي تفرمي الفكره فقط لا غير. رشدت سريعه، اذا عرفتي بمنتهى البساطه انك تحطي فكره ايجابيه مكان الفكره السلبيه وتلغيها بمنتهى البساطه انت كده نجحتي. ما عرفتيش، احنا هنعمل تدريبات تساعدك، وفي حاجه اسمها علاج معرفي بيوضح لك الطريقه البسيطه اللي بيمشي بيها البرمجه بتاعه المخ ازاي احنا نتحكم فيها بمنتهى الهدوء والبساطه. مع حضرتك السؤال اللي بعد كده سؤال طويل شويه. انا شاب عمري في اواخر الثلاثين، اعمى مدرس ولكنني في اجازات مستمره بسبب ظروفي الصحيه، ولله الحمد امتلك شقه متواضعه في منزل ابي رحمه الله عليه، بالاضافه الى مرتبي الذي يكفي للزواج وفتح بيت وتكوين اسره، لكن كلما طرحت اسره ممن اتقدم اليهم بالزواج بظروفي الصحيه يفاجأوا عند السؤال عني لاني مريض، ومش اي مرض، ده مرض نفسي. واعاني من نظرة من حولي من الاقارب والاصدقاء حتى الجيران، ومن سمع عني ولم يراني يعتقد اني مجنون بين قوسين. هو كتب وللاسف كل ذلك جعلني شديد الانطواء ولا اخرج من البيت، ومع ان الطبيب الذي يتابع حالتي نصحني من البدايه بالزواج ولا يزال، واصبحت الصراحه غلط والصح هو النفاق بكل اشكاله، فلم اعد اثق في اي احد. لقد حاولت اكثر من مره الزواج لدرجه اني لم اشترط شروط معينه للفتاه التي اريد الزواج بها. طيب هو السؤال واضح، بس احنا هنقوله كده. هبدأ الاجابه بسؤال يا جماعه، هو المرض النفسي مرض ولا عيب؟ الناس اللي بتفهم على ان اي مشكله نفسيه عندك ده عيب، هو مرض وليس عيب، ومرض يصيب كل الناس، كلنا مرضى نفسيون باختلاف الدرجات. يعني انا النهارده لما اتضايق ممكن اقعد لوحدي فيسمى عزله، ميل لعزله، يسمى اعراض اكتئابيه ان زاد درجه فيبقى اكتئاب. انا النهارده لو جبت لك فرح شغال وانت بتتفرج على الناس وهي بتقعد ترقص وتعمل حاجات، وفجاه قمت طفيلك الصوت وقلت لك الاداء ده بيسمى ايه؟ سيبك من الصوت وقول لي اداء الناس ده بيسمى ايه؟ كده كويس، حاله هوس لكنه مؤخر نتيجه ظروف فرح، فاحنا بنعمل حاله خروج من الطاقه، فمبقاش مرض الهوس لكنه سلوك هوسي. انا النهارده لما اجي اقول لك في ناس بتهتم بزياده باشياء معينه، في ناس دقيقه بزياده، المرض النفسي مش عيب، انما واضح ان في خطوات كان لازم تتاخد معاك انت ما عملتهاش. اولا انت ماشي مع دكتور، لابد من انك طالما قررت تمشي مع دكتور يبقى بتنفذ تعليماته. واضح ان الدكتور بيقول لك اتجه للزواج، انت قافل على نفسك البيت. رقم اتنين، في حاجه اسمها انت اكلم الطرف اللي قدامي واقول له. يعني انا دايما لما بيجي لي مريض ويقول لي اقول ان انا مريض ولا لا، من باب المصداقيه، انا معاك تمام انك لازم تقول، والمصداقيه دي ما فيش فيها خلاف، لكن امتى اقول هو ده المشكله. هل الطبيعي ان اول ما اقعد في اول لقاء مع الناس اقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم اعرفكم بنفسي انا احمد فوزي مريض نفسي، ينفع اقول الكلام ده؟ يعني ده يبقى تعريفك اللي انت وانت داخل بتقول للناس كده؟ ده كلام مش منطقي. لكن ممكن تدي مساحه من الوقت، اولا انت ما تعرفش ثقافه الناس اللي انت جاي تتكلم معاهم هل هم فعلا فاهمين مرض نفسي ولا لا. رقم اثنين، اديهم مساحه يتعرفوا على مميزاتك ثم اشرح عيوبك. يعني انت بتقول انا من ضمن عيوبي المرض النفسي، يا اخي هو مش عيب، بس انت اذا كنت شايف انه لازم يتقال هنقوله، بس هنقوله بطريقه بعد ما نشوف مميزاتك. يتعرفوا عليك وعلى اسرتك وعلى المميزات الكويسه اللي عندك، وبعدين بتوصف الامراض الموجوده. ثم ايش عرفك ان الزوجه اللي انت رايح لها ما عندهاش نفس المشاكل او مشاكل من نوع مختلف؟ ما هي انت كده سبقت وقلت لها، طب اسمع منها وقول لها.
يمكن تحكي لك على مشكله عندها فتقول لها والله وانا كمان عندي مشكله ان انا بعاني من كذا، فيبقى الامر فيه نوع من البساطه. نقطه مهمه جدا، انت بتقول ان انت ما رحتش يعني بعد الموقف دوت ما رحتش تاني في اي مكان وقفلت على نفسك البيت، هو نزالك عن المجتمع انت شايفه من وجهه نظرك حل؟ يعني هل الحل لما تقابلني مشكله ان انا اواجهها وقرر اواجه المجتمع وقرر اثبت للمجتمع ان المريض النفسي هو شخص افضل من اي حد موجود ومرضه مش هيعوقه؟ احنا كنا لسه بنكلمك في اول الحلقه النهارده عن ايه؟ بص ورايا كده على السير اللي محطوطه هتعرف ان كل دول كان عندهم مشكلات، كانوا مكسوفين موجودين، صور العظماء موجوده كثيره جدا، العظماء اللي ورايا دول اللي بنتكلم عنهم النهارده وبنكرمهم وبنقف بنقول هم دول اللي قهروا عجزهم ومشكلتهم اصابتهم وبقوا عباقره. انت النهارده عندك مرض قابل للشفاء، احنا كنا بنتكلم عن عجز البصر، انت بتتكلم عن مرض قابل للشفاء وفي نفس الوقت بمرضك اللي انت بتتكلم عنه ده مش قادر تواجهه. طبعا انا برجع الوم عليك واقول لك راجع نفسك تاني، في امل قوي جدا، ما عندناش حاجه اسمها فشل، الفشل ده في حياتنا كلنا بنجربه، كل بني ادم عشان تبقى فاهم كويس، كل بني ادم مر بالفشل في حياته كتير جدا. ازاي يا اخي؟ انا النهارده انا بتعلم امشي فشلت، ازاي؟ كنت بتعلم امشي اول ما وقعت وقعت، ما هو انا كده فشلت، بس بعد كده لما كررت التجربه نجحت. انا النهارده لما كنت اتكلم كنت بتهته، بعد كده عملت ايه؟ اتعلمت الكلام، اذا في بدايه كلامي فشلت، بس الفشل ده ولد بعد كده نجاح. اول مره في حياتي جيت اشتغل ممكن يكون قابلني مره او اتنين فشلت، فتعلمت من فشلي ان انا اكون ناجح. مش عيب ان انا افشل، العيب اني اوقف الموضوع وما اكملش. من فضلك دعوه للنجاح، اخرج بره الانغلاق والدائره المغلقه بتاعتك وحاول مره تانية وصدقني هتنجح. احنا عندنا سؤال المفروض نجاوب عليه في دقيقه لان وقتنا انتهى يا دكتور. انا ايه الاثنين؟ السلام عليكم ورحمه الله. انا شاب 22 سنه، خطبت مره وما حصلش نصيب وخطبت تاني، ولكن المصيبه اني كتبت كتابي، مصيبه اني كتبت كتابي والموضوع اتفشكل برضه وخسرت 10,000 جنيه، وليس هذا هو السبب ولكن سبب اكتئابي وسبب ما كتبت اني مش عايز اكون مطلق. المشكلة عندي كلها انه مش عايز ياخد اللقب بقى انه مطلق. بالنسبة لرأي المجتمع عندما تقدم الى فتاة اخرى خايف ان محدش يقبلني ويقول ده بيلعب ببنات الناس. تمام. طيب هو هنا طبعا في حاجتين مهمين جدا، اجابة سريعة بقى للسؤال. اول حاجة انت بتقول انك فشلت في الخطوبة وفشلت في كتب الكتاب، وسيبك من الفلوس، يعني مش القصة في الفلوس، لكن انا بتكلم في انت ليه بتفشل. فانت لو دور على مواطن الفشل، انت قابلت اسرة وبنت وحصل فشل فيهم، وبعدين اتقدمت لواحدة تانية وحصل فشل فيهم، انت فين مواطن الضعف عندك انت واسباب الفشل ايه؟ انا النهارده قبل ما اخد التجربة رقم ثلاثة انا هطلب منك ان احنا نعدل العيب الاول، لان ما ينفعش اعمل تجارب كتير. هو الموضوع عنده ان هو يعني بدأ يقلق من فشل التجربة رقم ثلاثة او من اللي هيحصل في التجربة رقم ثلاثة، وهو ما مش عارف ايه سبب الفشل في واحد واثنين. دعوة النجاح اللي انا كنت بقولها قايمه على ايه؟ مش انا عايزك تخد تجارب وخلاص وتقول انا هنجح انا هنجح وانت لا، ما انا هنجح بس في نقطه، انا هنجح وانا منظم، هنجح وانا عندي وسائل بحقق فيها اهدافي. رقم ثلاثه براجع نفسي بعد كل تجربه فاشله او تجربه، بدل بقى كلمه فاشله، تجربه لم تنجح، برجع اشوف اسباب عدم النجاح. اسباب عدم النجاح دي هي اللي هتخليك تفكر وتنجح المره اللي بعديها. بس ارجع للاسباب الرئيسيه الحقيقيه. فإذا اكتشفت عيوب في شخصيتك، الشخص اللي قدامك لا يقبلها، ما تقولش خلاص اشوف حد يناسبني. يا اخي ثواني، انت عندك مشاكل حلها. ايه المشكله ان انا احل اغير من شخصيتي، اعدل شخصيتي، الشخصيه عموما قابله للتعديل والتغيير، مفيش مشكله خالص. انا اوسع الاختيار بتاعي بدل ما ابقى بدور واحد يناسبني بعيوبي، طب ما ادور على اكثر من شخص يناسبني وانا ما عنديش عيوب. بالظبط كده. انا برجع ليه برضه فكره النجاح، بس مره ثانيه يحاول. تمام. وقتنا انتهى دكتور، احنا حطينا الحمد لله وقتنا انتهى وحضرتك نورتنا ونورت البرنامج باشمهندس محمد كامل. انا اسعد الناس وان انا عملت معاك النهارده. الله يخليك، الله يخليك يا دكتور، ميرسي جدا. اعزائي المشاهدين وقتنا انتهى، وان شاء الله نشوفكم مره ثاني في حلقه ثانيه من نصايح نص الليل. تصبحوا على خير.